تهتز الأرض تحت قدميك وتسمع صوت تشقق قوي. أوه كلا، ستسقط الكبة. يهرب الجميع إلى مكسورات خاصة من أجل الإخلاء الاضطراري. يتدافع الناس ويهرولون. الغلاف الجوي الشبيه بغلاف الأرض موجود في الكبة، وهو معرض للخطر الآن، مما يعني أنك ستكون عرضة للعناصر الكيميائية على سطح المريخ. يهرع الجميع لارتداء خوذاتهم. يتزايد الشرخ مع كل ثانية، ويدب الذعر في أنفس الناس. يحاولون الوصول إلى مركبات الإجلاء بأسرع ما يمكن. وفي خضم هذه الفوضى ترى الناس متكدسين في المركبات الخطأ، وما من مكان كاف لك. تومض الأضواء التحذيرية الحمراء في الكبة، ويصدح صوت يطالب جميع الناس بوضع خوذاتهم. جو المريخ سيملأ الكبة في غضون دقيقتين، ولن يتمكن الناس من التنفس إطلاقا. يا لحظك العاثر، لقد وصلت لتوك إلى المريخ بينما تمر من أمامك السفن تتساءل عما يجدر بك فعله. تطلب النجدة ولا أحد يستجيب، وفجأة يتقدم نحوك مرشد في شكل روبوت، وتسمع صوتا خافتا من مكبرات الصوت يقول: لا أحد قادر على سماعك لأن الغلاف الجوي على المريخ أقل كثافة بكثير منه على الأرض، كما أنه يحتوي على مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون الذي يمتص الموجات الصوتية. حتى بوجود حفل موسيقي صاخب على بعد 9 أمتار فقط لن تسمعه على أنه كذلك. هل تود أن أساعدك في شيء؟ تطلب منه المساعدة، فيعرض أمامك خريطة ثلاثية الأبعاد للقبة. ترى محطات أخرى للمركبات الفضائية، لذا تقرر الذهاب إليها. لسوء الحظ يجب أن تذهب إلى الجانب المقابل من القبة للوصول إلى محطة أخرى. ومع تصاعد هلعك وتساؤلك عن كيفية الوصول إلى هناك، يتحول الروبوت إلى دراجة ويطلب منك الصعود. تركب الروبوت وتسافر عبر المدينة، تتأمل كل تلك المباني والشوارع الخاوية. يزداد حجم الشرخ مع كل ثانية، وتبدأ قطع صغيرة بالتساقط من القبة كأنها ثلوج. حينما تصل إلى المحطة الأخرى تجد بضعة أشخاص يصعدون المركبة الفضائية الوحيدة المتبقية. تلحق بهم في أمل لفت انتباههم. تجرب دق جرس الدراجة، لكنه بالكاد يصدر أي صوت. ابتعدت سفينتهم قبل أن يتمكنوا من ملاحظة وجودك. تسأل لماذا لا تعمل الأصوات، فيشرح لك الروبوت بأنك بالكاد ستسمع الأصوات حادة النبرة على سطح المريخ، إذ يجعل ثاني أكسيد الكربون الأصوات الحادة مثل الجرس وزقزقة العصافير مستحيلة السماع تقريبا. لو كنت على سطح الأرض للاحظوا وجودك بسهولة. يخبرك الروبوت بوجود فرصة واحدة للهروب، ومن ثم يتحول إلى مركبة فضائية صغيرة تصعد مجددا، ويلحق بك عبر ذلك الصدع في القبة ناحية الفضاء السحيق. إنه يمضي بسرعة فائقة لدرجة أنك قد تصل الأرض بعد فترة وجيزة. وما أن تبدأ في تنفس السعداء والاستمتاع بالمشاهد الخلابة في الفضاء، ترى ضوءا أحمر يشع من الروبوت. تسأله ما إذا كان يعاني من خطب ما، لكنه لا يستجيب، وتدرك فجأة أنه لا يمكنك سماع أي شيء في الفضاء. يسافر الصوت في شكل موجات، ويحتاج إلى شيء ما ليسير عبره مثل الهواء أو الماء. الفضاء مجرد فراغ مطلق بلا هواء، لذا لا يمكنك سماع أي أصوات. تغير مركبتك اتجاهها فجأة وتمر بجانب الأرض بسرعة ساحقة. تحاول إدارة الروبوت ناحية الاتجاه الصحيح، لكنك لا تعرف كيف تلفت انتباهه. تنطلق السفينة في رحلة ناحية الزهرة، وكلما اقتربت زادت المطبات الهوائية العنيفة، إذ تعصف الرياح على كوكب الزهرة بسرعة تفوق جبروت الأعاصير على سطح الأرض. تحاول الابتعاد قليلا للعثور على مكان آمن تهبط فيه. نجح الروبوت في الحفاظ على مسار ثابت رغم أن الرياح تتلاطمك في جميع الاتجاهات. يمكنك الشعور بالحر الشديد عبر كل الطبقات. وأخيرا يرصد الروبوت كهفا صغيرا من بعيد ويحاول الهبوط هناك. وما أن يلمس الروبوت اليابس يتحول مجددا، لكن هذه المرة إلى بدلة فضاء يمكنك ارتداؤها، لذا يبدو أنك آمن تماما في هذه البيئة القاسية. التنبؤات الجوية اليوم في كوكب الزهرة: قيض شديد، ارتفاع لدرجات الحرارة طوال الليل والنهار، توقع سحبا من حمض الكبريتيك ورياحا عاتية. يتكون الغلاف الجوي في معظمه من ثاني أكسيد الكربون، لذا توقع أن يصبح صوتك أكثر عمقا بسبب الغلاف الجوي الكثيف للكوكب. إنه ثاني أقرب كوكب إلى الشمس، لكنه الأسخن في الواقع. تحبس الحرارة القادمة من الشمس في الغلاف الجوي،
وتظل داخل الكوكب. الواقع أن الجو ساخن جدا على سطح الزهرة لدرجة أنه قادر على إذابة الرصاص. إن كنت تسافر بمركبة فضائية ستذوب في ثوان. لحسن الحظ لديك هذا الروبوت المدرع الذي لا يمكن تدميره. تحاول أن تسأل الروبوت عن طريق العودة ويبدو صوتك جنونيا للغاية. تهتز حبالك الصوتية بشكل أبطأ هنا، الأمر الذي يجعل نبرة صوتك منخفضة، لكن في الوقت ذاته سرعة الصوت على الزهرة أسرع بكثير، لذا يصبح حادا بشدة، ومن ثم تخلق المستويات العالية من ثاني أكسيد الكربون في الجو تأثيرا غريبا يخدع دماغك للتفكير في أن مصدر الصوت صغير الحجم. بشكل عام كأنك تسمع بطة في الرسوم المتحركة. تنظر إلى الأفق وترى عدة هضاب وجبال تنتشر على السهول، لكن يخبرك الروبوت بأن العديد من هذه تكوينات براكينية. على كوكب الزهرة براكين أكثر بكثير من أي كوكب آخر في النظام الشمسي. اكتشف العلماء أكثر من 1600 بركان حتى الآن، والمزيد منها لم نكتشفه بعد. أجل، التواجد في هذا المكان طوال اليوم ليس فكرة سديدة، وليس بسبب الحرارة فحسب. يوم واحد على سطح الزهرة يعادل 243 يوما أرضيا. في الحقيقة اليوم على الزهرة أطول من سنة، لأنه يستغرق 225 يوما ليكمل دورته حول الشمس. يصعب عليكما فهم بعضكما، لكنكما تنجحان في النهاية. يخبرك الروبوت بأنه تاه عن الطريق وبأنكما ستعودان إلى الأرض مجددا في غضون لحظات. خلال التجول داخل الكهف تدرك بأنك في باطن بركان. تطلب من الروبوت أن يسرع قليلا ويعيدك إلى الديار قبل الثوران. من الواضح أنه ليس بارعا في السفر عبر الفضاء، لأنك وجدت نفسك بعد لحظات في مكان مختلف تماما. أنت الآن في تيتان، أكبر أقمار زحل. هذا القمر كبير جدا لدرجة أنه أكبر من عطارد، أقرب كوكب إلى الشمس. تصل السفينة إلى الغلاف الجوي الذي يبدو شبيها بالغلاف الجوي الأرضي. الفرق الواضح الوحيد هو الغشاوة البرتقالية في الجو، الأمر الذي يصعب رؤية ما حولك بوضوح. بينما تحط على القمر يرصد الروبوت علامات لغاز السيانيد على السطح وسحبا من غاز الميثان المتجمد. تهبط على بقعة ناعمة وتستعد لتطلب من الروبوت إعادتك مجددا إلى المكان الصحيح. على الأقل هذه المرة لا يتصبب العرق من جبينك من شدة الحر. يتحول الروبوت مجددا ويبدأ في تفحص البيئة من حولك. الغلاف الجوي أكثر كثافة ب60% منه على الأرض، والمشي في الأرجاء يشعرك بأنك تتجول في شراب مركز. ثمة مستويات عالية من النيتروجين في الهواء، لذا تبدو الأشياء مشابهة كثيرا لها على الأرض. تخبر الروبوت بأنك ترغب بشدة في العودة إلى الديار، لكنك تصدر صوتا عاليا شبيها بصراخ أجش، وهذا لأن تيتان زاخر بالنيتروجين أكثر من أرضنا، فيسافر الصوت هنا أبطأ بقليل. لحسن الحظ لا يزال بإمكانكما فهم بعضكما البعض. يخبرك الروبوت بأنه يحتاج إلى امتصاص الطاقة من الألواح الشمسية قبل الانطلاق في رحلة جديدة، لذا تقرر إلقاء نظرة على المكان. هذا القمر من الأجسام الفضائية في النظام الشمسي التي تملك مسطحات مائية ثابتة مثل الأنهار والبحيرات والبحار. يمكنك الفهم الآن لماذا تاه الروبوت عن طريقه، فالقمر تيتان يشبه كوكب الأرض. وحتى أن للسائل دورة على تيتان، أمطار، تبخر، تكثف، لكنه ليس ماء كما هو على الأرض. السائل الأساسي هنا هو الميثان. يعتقد العلماء باحتمال وجود نشاط بركاني، لكن بدلا من نفث الحمم البركانية تنفث البراكين الماء. أما في الكواكب الأخرى مثل المريخ ستجد جليدا على قمم الجبال وأدلة على وجود مياه تحت السطح، لكن ما من كوكب أو قمر شبيه بالأرض بقدر تيتان. يعتقد بعض العلماء أنه قد يصبح منزلنا القادم بعد مليارات السنين، إذ ستتزايد درجات حرارة الشمس بحلول ذلك الوقت، الأمر الذي سيجعل الأرض غير صالحة للحياة. بحلول ذلك الوقت ستكون درجات الحرارة الباردة على سطح تيتان قد استقرت وسمحت بنشأة المحيطات والحياة. جمع الروبوت أخيرا ما يكفي من الكهرباء للسفر مجددا، ويمكنك الآن العودة إلى الديار. سيكون من الرائع أن تخوض محادثة عادية حيث لا يكون صوتك شبيها بأصوات شخصيات الكرتون. وأخيراً